لما طلعنا من الجبل رحنا ما بقينا 8 أيام بالجبل، بعدين ماكو زاد عندنا. قلنا والله انتحاريين، يا راح نموت يا نطلع من يعني من الجبل، ماكو زاد عندنا. طلعنا رحنا هم هجموا علينا بالطلقات، والله يمكن بالدوشكة ضربوا علينا. ايوه احنا رحنا مشي يعني ما ولا عبالك يضربون علينا، بس كانوا بعيدين شوي. وطلعنا رحنا على حدود سوريا، يبقى خلصونا. رحنا بقينا يومين. كلها بحزنة هالشياب. ظلينا يعني قدام عيني، ظليت اربعه قدام عيني، ظليت بالجبل ماكو حد ظل وياه. جبل مثل هاي الراقم لا عنده مي لا عنده شيء، وعبرد من عنده قدام هالعين يموتون الشياب بعد وقفوه. يعني قدام عيني وامي توفت بالجبل نفسه. هذول جماعة عوائل نازحين من قرية حثارية على طريق الموصل، فجوا يمنا، احنا سوينا لهم مكان ونتعاون وياهم على ما ان شاء الله هاي الأزمة تخلص ويروحون يرجعون مكانهم مرة ثانية.